الثمانينات من القرن الماضي، وكانت كان عدد النساء المهاجرات قليل، كانش في واحد نسب كبيرة، كانوا نساء كيهاجروا خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، كيهاجروا إما للدراسة في الجامعات الأوروبية أو في إطار التجمع العائلي. الأغلبية كانوا في إطار التجمع العائلي من اتجاه هولندا، بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، اللي كانت هاد الدول اللي كانت موقعة اتفاقيات مع المغرب من 1958، اتفاقية مع هولندا مثلا، اتفاقية مغربية هولندية حول الهجرة ديال العاملة كانت في 58، من بعد كانت اتفاقية مماثلة مع بلجيكا في 63، وكانت اتفاقية مع فرنسا في 69. معناها هذه الاتفاقيات ديال الهجرة ديال العاملة. ديك الوقت كنعرفوا أن أولا كانت دول الاتحاد الأوروبي كتبني راسها، فصلت البناء أنها كتبني راسها ومحتاجة ليد عاملة، وكان المغرب خارج من واحد المرحلة استعمارية متدهورة، وبالتالي أنه الناس كانت هما كيقلبوا على مستقبل ديالهم، كيقلبوا على فرص الشغل. كانت تنسحق ملي كانت كيمشيو الرجال في إطار اتفاقيات بالعمل ديال العاملة، طبعا كانوا كيلحقوا بهم النساء ديالهم في إطار تجمع العائلة. صحيح أن هاد الجيل هذا الأولاني ديال الهجرة بالنساء قدر يعطينا مجموعة ديال النساء في معظم البلدان الأوروبية اللي استطاعوا أنهم الأبناء ديالهم، ماشي هما، ماشي النساء المهاجرات في إطار التجمع العائلي، كان البنات ديالهم أساسا باعتبار كنهضر على المرأة والهجرة، أنهم استطاعوا يعملوا راسهم واحد المنصب واحد المكانة في المجتمع الأوروبي، وهذا الشيء كان معناها وصلنا له من خلال أن مجموعة نساء مغربيات في المغرب أنهم تتقلبوا مناصب مهمة في الدول الاتحاد الأوروبي، سواء في هولندا أو فرنسا، كان وزيرات يوصلوا حتى أنهم سواد مناصب وزيرة من أصول مغربية، كذلك في البرلمانات الأوروبية. كانت من بعد هذه الفترة ديال هجرة النساء في إطار التجمع العائلي غتجي واحد الفترة من بعد 86 فرض الحدود التأشيرة، من بعد فرض التأشيرة عوض ما كان يكون تراجع ديال نسبة النساء المرشحات للهجرة، أنه غادي تزيد غتزاد، فلي غادي يجبروا أنه كاين واحد موجة هجرة النساء نحو بلدان الاتحاد الأوروبي خاصة إسبانيا من بعد فرض التأشيرة شنغن، غادي يجبروا لأنه كاين عدد كبير من هاد النساء اللي كيهاجروا بجميع الطرق، بالتأشيرة مزورة، جو السفر، شي وحدة أخرى، معناها تسقلوا الصورة ديالو كتصير شي بزواج أبيض، شراء العقد العمل، معنا بجميع الطرق كيحاولوا النساء أنهم يهاجروا، قلنا خاصة إسبانيا. علاش إسبانيا؟ لأن فرنسا، هولندا، بلجيكا، هاد الدول صافي شدت الوراق بحال اللي كيقولوا، كاين شي واحد اللي يقدر يعدل الوراق يمشي لهاد البلدان هادي، خاطر إسبانيا بوحدها هي اللي كاينه إمكانيه أنك تعدل فيها الوراق، خاصة بعد ما تصحوا الوراق في ديك 2002 2003 2004 كانت فتحت إسبانيا تسوية الأوضاع، وبالتالي أنه غادي تكون الهجرة توجه بالخصوص إلى إسبانيا. أغلبية كلشي اللي كيهاجر بالنسبة للنساء كيمشيو كيتوجهو مباشرة لإسبانيا، كاين هاد الإمكانية ديال أنهم يقدرو يعدلو الوراق. وفي هاد المسار، في هاد التراجيد هاد الهجرة، طبعا هاد النساء كانوا معنا يمكن يتعرضوا لأي شكل من الأشكال ديال الاستغلال وديال انتهاكات الحقوق ديالهم، بدءا بالبحث على إمكانية ديال الهجرة. ملي كتبدا تبحث على إمكانية ديال الهجرة وهي كتعرض للاستغلال وكتعرض لانتهاكات ديال الحقوق ديالها، كيمكن تطيح في يد شي شبكة ديال الاستغلال الجنسي ولا ديال التجارة المباشرة، يمكن استغلوها في هاد الإطار، تقدر تعرض للنصب والاحتيال، يدو لها الفلوس من بعد ما يعدو لها لا عقد العمل لا فيزا لا حاجة، بمعنى وحنا وهي مش بمعنى ملي كتبدا تقلب على الإمكانية ديالها وهي كتعرض للاستغلال، حتى إذا قدرت توصل
من البلد اللي هي باغا تمشي له كيمكن تطيح عاوتاني وهي كتقلب على العمل وهي كتقلب على تسويه الوضعيه ديالها يمكن لا تطيح عاوتاني تقدر تطيح ضحيه هادشي شبكه عاوتاني اخرى وبالتالي عندنا وكنعرفوا كاينه شبكات منتشره في هذه البلدان هذه لا البلدان المصدره للهجره ولا البلدان المستقله للهجره واللي كيصيدوا على هاد معنى هاد الفئه ديال النساء اللي كيقلبوا على الهجره وكيقلبوا على التسويه ديال الاوضاع ديالهم غنجيو فترات بحال اللي قلت هاد من 2000 فوق بدات بحال ان التجاره الهجره كتاخذ واحد منها اتجاه تأليد الهجره هذا كبير ممتع اللي بداو مرشحين للهجره من اوروبا وكاين الاغلبيه فيهم اللي وصلتنا من اوروبا بغض النظر على الاتفاقيه ديال المغرب مع اسبانيا على تهجير الجنسيات العامله موسميه هذوك اللي كيشتغلوا في القطاع الفلاحي خاصه في حقول الفراوله اذا بالنسبه لهاد قلت ان هاد الهجره كذلك كاين النساء باعداد كبيره اللي حتى هما فضلوا يركبوا قوارب الموت وغادي نلاحظوا على انه كاين واحد الوقت ما كانش كتجبروا النساء ما كاينش كيهضروا شي نساء قوارب الموت كانت غير رجال ولكن مؤخرا بدينا كنشوفوا على انه تنسى بدهم بداو كيركبوا قوارب الموت هما والاطفال ديالهم مثالي فهما بدخلوا غير هاد المغامرة هادي القوارب الموت كذلك كيمشيو حتى في الكيران تحت الكيران نساء مراهقات بالضبط ديالهم مشاو تحت الكيران معناها مغامرين بالحياة ديالهم تحت الكار أو في الموتور ديال الباكو مربعة تاهي معناتها دخلت هاد الغمار ديال المغامرة ديال الهجرة القوارب الموت في هاد السنوات الأخيرة كذلك نبغي نهضر على اساسا على هاد النساء المهاجرات و بالاضافه لهذا المسار اللي كيخطر ديال الانتهاكات وديال الاستغلال اللي كيتعرضوا له الى غير ذلك من اللي كيوصلوا لهذا البلد اسبانيا بالخصوص اغلبيه النساء هاد المهاجرات كيشتغلوا في قطاعات هشه انا ما نجبرش شي مهاجره كتهاجر وكتشتغل في شركه ولا مسؤوله في معنى الاغلبيه ديالهم ولا بغيت نقول كاملين كيشتغلوا في الاعمال المنزليه بالخصوص او لا يشتغلوا في القطاع الفلاحي في اطار هذه العقود المؤقته بالنسبه لهذه المجالات اللي كيشتغلوا فيها هي مجالات هشه واخا في بلدان اللي تدخل هي ديمقراطيه وعندها قوانين الشغل الى غير ذلك نسبه كبيره بهم كتشتغل بدون عقود العمل وكذلك كتشتغل في واحد الظروف اللي هي مزريه بغير مراقبه واخا يقولوا لنا هما عندهم قانون كيراقبوا العمل الى غير ذلك ولكن كاين نسبه كبيره اللي كتشتغل في المنازل اللي كتقوم بالاعمال المنزليه وغير مراقبه وماشي محدد حتى العمل اللي كتقوم كتشتغل في الدار كتعمل كل شيء كتعمل اعمال منزليه كتربي الدراري صغار كتقابل العجازه كتسوق معنا ماشي محدد ديك العمل اللي كتعمل ما كيحددوش معاها شنو غدير شنو ما غديرش الساعه ديال العمل حتى هي ماشي محدده هي تما كي غدير وصافي خصوصا اللي كيخدموا وكيعيشوا في نفس الدار اللي كيخدموا فيها وكذلك ماشي مراقب معنا ما كايناش واخا عندهم القوانين سميتو ولكن ما معناتها ديك القوانين ماشي مفعله في اتجاه المهاجرين خاصه اللي كيكونوا بدون اوراق ما عندهمش الوراق يخدموا ما عندهمش الوراق معناها ماشي مصرح بهم وبالتالي انهم هما كيتم الاستغلال ديالهم بهاد الطرق هذه كذلك بالنسبه للمهاجرات اللي كيمشيو في اطار عقود العمل المؤقته العمل في المزارع ديال الفراوله هاد الفئه كتسجل معنا جميع انواع الانتهاكات بالحقوق بالنساء كتسجلهم هاد الفئه هذه